السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. جمهورنا الحبيب، جمهور قناة النهار، وبالأخص كمان جمهور مطبخ هالة، اجمعوا بسرعة عشان نشوف النهاردة هنتغدى ايه مع بعض. النهاردة بإذن الله هنعمل وجبة كاملة دايما بنشتريها من برة، وما بنفكرش ان احنا نجرب كده نعملها في البيت. قال ايه ما بتطلعش معايا مظبوطة، وفي نفس الوقت الطعم ما بيطلعش حلو زي بتاعت برة. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل وجبة كاملة من الكبدة بالردة والمخ وسلطة الكبدة، كلها بيتي بس بتنافس المطاعم، بتنافس برة، وده اللي هنعمله مع بعض النهاردة ان شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير، وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا، انا عندي كبدة متقطعة شرايح بيتقال عليها كبدة بني او كبدة شرايح، كوباية مية بصل، بعد كده معلقة كبيرة توم مفروم لكيلو الكبدة، بصل بودر، توم بودر، ملح وفلفل اسود، كمون وكزبرة، والردة اللي هنعمل بيها الطبقة الخارجية للكبدة. على الردة هنحط معلقتين كبار دقيق عشان الردة ما تتحرقش في الزيت بسهولة وتكون الكبدة من جواها لسه نية. خدوا بالكم من التكاية دي، ما تعمليش ردة بس، لازم الردة عليها معلقتين دقيق، بتحمي الردة انها تتحرق، بتدي لون ذهبي، وبتدي فرصة كمان للكبدة انها تستوي بسرعة. خلاص، يبقى دي فايدة، ده فايدة الدقيق على الردة. المخ البنيه، عندي مخ اللي هو بيبقى فصين على بعضه، مية مغلية للسلق، معلقة صغيرة خل بحطها في المية علشان تدي ريحة حلوة للمخ، ملح وفلفل اسود حبهان صحيح، فصوص ثوم وليمون شرايح، ده كل ده بحطه في مية السلق بتاعة المخ. بعد كده بقى يا جماعة التتبيلة نفسها عبارة عن كوباية مية بصل، ثوم مفروم، ملح وكمون، كزبرة، شطة، معلقة صغيرة خل، دي التتبيلة بتاعة المخ اللي هي بتدي تطعيمة حلوة قوي، ودي الحمد لله بفضل الله دايما بتميز بيها. كل اللي بيدوق مخ بيقول لي في طعم مميز عن اللي بنجيبه من بره خالص. يعني التغليف بقى بتاع قطع المخ عباره عن كوبايتين بقسماط، برده معلقتين كبار دقيق ومعلقتين كبار نشا. ولو اسعفنا الوقت هنعمل ان شاء الله مع بعض سلطه الكبده بلسان عصفور اللي سالتوا عليها كتير. مقاديرها سهله جدا، حتت الكبده الصغننه اللي بطلعها من شرايح الكبده وانا بظبطها، ببقى عايزاها شريحه كده عدله، فساعات بتبقى الحتت طالعه منها كده، ممكن اخد قطعه اروح انا مقطعاها استغلها في سلطه الكبده. وبعد كده عندي شويه لسان عصفور بحمرهم لوحدهم، وبعمل تتبيله للكبده زي تتبيله الكبده الاسكندراني، بتحط كل ده على بعضه، وبعد كده بنروح حاطين عليه شويه صلصه غلوه بسيطه مع شويه ميه سخنه، بقى عندك احلى شويه سلطه كبده. شايفين الدنيا سهله وسريعه جدا ازاي؟ مفيش اسهل من كده في الدنيا. اول حاجه هنعملها وركزوا كده معايا، نسمي بسم الله، هنعمل الاول تتبيله الكبده واسيب الكبده فيها شويه، دي اول حاجه هنعملها. فتتبيله الكبده عندي، هنشيل بقى دلوقتي الرده والدقيق لما نجيلهم، عشان معلومة الدقيق دي لازم اقولها لكم تاني وتالت، ولازم تعرفوها كويس قوي، ان احنا لازم نحط دقيق على الردة. ادي كده بولة، بسم الله، دي اللي هعمل فيها التتبيلة بتاعة الكبدة. الاصل بتاع التتبيلة مية بصل، وعرفنا قبل كده نعمل مية البصل ازاي، ببشر بصلتين كبار وبحطهم في المصفى عليهم رشة ملح واسيبهم شوية. بعد كده بروح جاية بإيدي عصرة المية البصل وهي في المصفى، هتنزل لي المية بتاعتها كلها. البشر بقى بتاع البصل اللي بيطلع ده ممكن استغله في اي تتبيلة تانية. مية البصل اهي، هحط توم باودر كده وبصل باودر، وهنحط كمان كمون، الكمون والكزبرة مع الكبدة حكاية ما شاء الله تبارك الله عليهم. أرقام التليفونات اهي يا جماعة قدامكم على الشاشة، يلا كلموني، صبحوا عليا وقولوا لي ايه رأيكم في وجبة الكبدة النهاردة. كمون وكزبرة، ادي شوية ملح وكمان شوية فلفل. يبقى نقول كمان في الإعادة فن وإفادة، مية بصل حطيت فيها ملح وشوية فلفل اسود صغيرين، توم باودر وبصل باودر، وبعد كده هحط كمان معلقة توم بس، وأحلى تتبيلة يا ستي ما شاء الله عليها. نجيب بقى مضرب كده، كنت لسه هنا، نجيب مضرب حلو، نخلط كل الكلام الحلو ده في بعضه
عشان التوابل كلها تتشرب مع مية البصل. يلا بينا، بسم الله. اهو بصوا بقى لون التتبيلة عامل ازاي، روعة. الكمون مع الكزبرة بيدوا طعم في منتهى الجمال بالشكل ده. بس يا ستي، وبعدين نروح نازلين بالكبدة، ندوب بس كله كده كويس قوي. تتبيلة سايلة عشان الكبدة ناعمة، لو انا حطيت بصل مثلا مبشور بالبشر بتاعه هيديني طبقة عازلة بين الكبدة وبين الردة، فتبص تلاقي طبقة الكبدة بتنزل منك في الزيت. ودايما بسمع منكم المشكلة دي، لا احنا بنعمل تتبيلة سايلة للكبدة الناعمة علشان تخرج لي من التتبيلة السايلة مبلولة منها الردة تلزق عليها على طول. شفتوا ازاي؟ انزلي بقى بالكبدة كده اهي، غطسيها كده في التتبيلة بالشكل ده ونسيبها شوية. تمام كده؟ تمام كده ان شاء الله. على ما تاخد وتدي كده في التتبيلة بتاعتها، تعالوا نحبش مية السلق للمخ علشان هو كمان ياخد وقته في السلق كويس قوي. اول حاجة لازم المية عندي تكون بتغلي، يعني زي ما بنقول بالبلدي كده مقطعة نفسها من الغليان قبل ما انزل بالمخ قطعة واحدة سليمة، وما تجيش ناحيته خالص ولا تشيلي اي حاجة مضايقاكي، ولا لو شلتي منه اي حاجة هيتهري منك اول ما ينزل في مية السلق. زي ما هو كده شطفة بسيطة تحت المية الجارية، وبعدين اروح نازلة بيه بالمية وهي بتغلي. احبش المية الاول، هنحط فيها شرايح ليمون اهي، وهنحط فصين توم. يا مها صباح الفل، الهنا والفل والشياكة صباح العسل حبيبة قلبي، صباح الفل عليكي. عاملة ايه؟ عاملة ايه؟ تكرم ايدك على الاكلات الجميلة والبيتزات الرائعة وكل حاجة. والله عملتي البيتزا السايلة بتاعتنا؟ روعة 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 روعة. والله تسلم ايديكي يا حبيبتي، والله جميلة جميلة، عجبت الولاد قوي والله. طب الحمد لله، ألف هنا وشفا يا حبيبتي. تكرم ايدك يا حبيبتي، تكرم ايدك. والنهاردة أكلة الكبدة كلها تعجبك على بعضها، والمخ الاثنين ما شاء الله كده ان شاء الله. وسلطة الكبدة كمان اللي بتحبوها جدا هنعملها مع بعض ان شاء الله. كل سنة وانت طيبة ورمضان كده طيبة كريمة على كل كده. يا رب يا رب، اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. اسلمي يا حبيبة قلبي. انا حبشت مية السلق وفعلا فعلا ريحتها طالعة حلوة، وده اللي احنا عايزينه يا جماعة. مية سلق المخ تبقى أصلا ريحتها حلوة عشان المخ نفسه تاخدي منه نتيجة هايلة. حطيت شرايح ليمون طبعا بتغلي كده فريحتها طلعت على طول، فصين توم، فصين حبهان، وشوية ملح، ومعلقة صغيرة خل. أول ما المية تشد معايا اهي، شايفين أول ما حطيت فيها الحاجة درجة حرارتها قلت، أستنى شوية ترجع تشد تاني بالشكل ده، وبعدين اخد المخ زي ما قلت لكم قطعه واحده وما تجيش ناحيته نهائي، ينزل كده بسم الله في الميه كده على طول، وحطي عليه الميه غطسيه كده اهو. ماشي بهذا الشكل، لازم يغلي كويس قوي. شايفه ازاي يا سمر اهو؟ ادي والله نفس الفكره. بصوا بقى، بصوا المخ اول ما بينزل في الميه وهي بتغلي لونه بيبقى عامل ازاي، ما شاء الله عليه بالشكل ده. سيبيه بقى يغلي مع نفسه، وتكوني مجهزه يا اما مكعبات تلج يا اما ميه ساقعه موجوده عندك في التلاجه، وده اساس نجاح المخ المتماسك، تبقى القطع بتاعته متماسكه وما بيتهريش منك خالص، انه يخرج بعد ما يستوي من الميه السخنه اللي بتغلي ياخد صدمه على طول في الميه الساقعه، قلبه يبرد على طول والانسجه بتاعته تقفش على نفسها، تيجي بعد كده تقطعيه بمنتهى السهوله ما يجراش فيه اي حاجه خالص. تبارك الله عليه، كده بياخد ريحه وطعم في منتهى الجمال من الميه اللي اتحبشت اصلا في الاول خالص وغليت بكل التحابيش دي. نغطي عليه، وبالمره تعالوا نعمل التتبيله بتاعته هو كمان. يبقى انا كده تبلت الكبده وركنتها، وهتبل دلوقتي هعمل التتبيله بتاعت المخ واركنها لغايه ما ياخد ويدي ويستوي كويس قوي، تبقى ان شاء الله كمان التتبيله بتاعته جاهزه. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ احفظوا معايا بقى، فصين صغيرين كده توم. تتبيله المخ دي روعه روعه روعه، هتشوفوا. شويه شطه صغنطتين، حاجه بسيطه كده،
ونفس الحكايه فين الكمون، شويه كمون كده ماشي، وشويه كزبره. يا ام عاليه اهلا وسهلا. يا نهار ابيض على الخناقه اللي شغاله يا ام عاليه، في ايه؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا ام عاليه؟ الله يخليك، ازيك يا ايه الخناقه اللي شغاله دي؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه بس والله البت بتعيط مش راضيه تسكت خالص. يا حبيبه قلبي ربنا يهديها يا رب، يهديهم جميعا ويحميها يا ربنا يخليك. تسلمي ايديك وعينيك والله على كل اللي يا حبيبتي، ربنا يخليك. وحشتيني خالص والله. وانت يا قلبي والله ما تحرمش منك ابدا، ما يحرمناش منك ولا من وجودك في حياتنا ابدا. تسلميلي يا قلبي، اشكرك وصباحك زي العسل يا حبيبه قلبي. يلا يا جماعه ارقام التليفونات اهي قدامكم على الشاشه، كلموني يلا دلوقتي. نقول تاني، التوم حطيت عليه ملح فلفل اسود كمون كزبره شويه شطه ونفس التوم في الاول خالص، وبعد كده اديهم كده تقليبه حلوه التوم مع التوابل لوحدهم، واروح نازله بشويه عصير ليمون صغيرين كده، وكمان شويه خل. اين الخل؟ اهو، حاجة بسيطة جدا. وبعدين هنقلب كده كله في بعضه، وهزود شوية مية صغيرين. بصوا منظر التتبيلة عامل ازاي، ولما نيجي نقطع المخ ان شاء الله ونحطه في التتبيلة دي هنعيد المقادير تاني وهننزلها تاني. اهو جاهز معانا على الريحة اللي طالعة يا جماعة، على ريحة التتبيلة اللي طالعة، عسل عسل عسل. يبقى انا كده ادي تتبيله المخ جاهزه عندي. الكبده تبلتها في ثواني وحطيتها في التتبيله، كل ده واحنا واقفين مع بعض بمنتهى السهوله. دايما بنقول يعني زي ما دايما بيقولوا لي، انت مدرستك السهل الممتنع. مفيش حاجه يا جماعه اسمها السهل الممتنع، طالما سهل يبقى عمره ما يكون ممتنع ابدا. سهل يعني اقوم اجرب على طول بمنتهى السهوله، زي ما شفتيني وانا واقفه بعمل خطواتي عادي جدا. ادي تتبيله المخ وادي الكبده المتبله عندي، ونشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. وادي الرده. اه انت كده يا سمر هتتعبي شويه صح؟ وانا مش عايزه اتعبك، مش عايزه اتعبك. هنعمل ايه؟ شوف يا ستي، زي ما اتفقنا لازم نحط شويه دقيق على الرده، ده اساسي معانا. الزيت عندي انا حطاه دلوقتي على نار متوسطه مش نار عاليه، ويا ريت لما الكبده تنزل ما تنزلش على نار عاليه علشان على طول الرده ما تتحرقش وتكون الكبده من جواها لسه ما خدتش سواها. الكبده اصلا ما بتاخدش سوا خالص، بس النار تبقى معقوله متوسطه. هنعمل ايه بقى؟ ادي عشان سمر ما تزعلش، الكبده اهي الناحيه دي، ونشيل دلوقتي تتبيله المخ لما نجي لها. ادي الرده. مبسوطه يا ستي كده؟ راضي عني؟ معلقتين دقيق على الردة. طيب فاكرين في الأول قلنا ليه؟ ليه هنحط دقيق على الردة؟ تفتكري ليه يا شيماء؟ قولي. زي ما شيماء ضحكت كده بالظبط، هنحط دقيق على الردة يا شيماء علشان الردة ما تتحرقش، وفي نفس الوقت على ما الكبدة تكون استوت تفضل الرده لونها ذهبي زي ما هي ما تغمقش. ده كده دي وظيفه الدقيق على الرده. تقليبه حلوه اهي، ندخل كل الدقيق في الرده كده حتى لون الرده فتح، يعني لون الرده اول ما حطيت عليه الدقيق اداني لون رده فاتح حلو جدا. اهو قلبي 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 بالشكل ده بلغه الشيفات، مكسي مكسي يعني قلبي كده كله في بعضه اهو. خلاص كده تمام زي الفل. مش هتبل الرده ولا احط فيها اي حاجه، انا متبله الكبده نفسها. تكايه بقى مهمه جدا قلتها لكم في الاول في وسط الكلام، تعالوا نعمل عليها كلوز حلو كده ونقولها تاني بالتفصيل الممل. ليه عملنا تتبيله الكبده سايله؟ علشان مع لو حطيت اي حاجه فيها تفل هتعمل عازل بين الكبده، جسم الكبده نفسه، وبين الرده في الزيت. فلاقي طبقه الرده اول ما نزلت في الزيت فصلت على طول عن الكبده ووقعت لي في الزيت، بهدلت لي الزيت والكبده اتحروقت. ماشي، دي اول حاجه. تاني حاجه عشان الرده تلزق كويس قوي قوي على الكبده، عايزاها تفضل كده واخده يعني مبلوله جوه
التتبيلة بتاعتها تبقى طرية زي ما هنشوف دلوقتي. هحضر طبق جنبي. حلو الطبق ده، بصوا. طب ناخد زينب الاول. صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ صباح الهنا، ازيك يا قلبي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. تسلم ايدك وعينيك. تسلميلي تسلميلي يا حبيبه قلبي، تسلميلي. انا اول مره اعرف طريقه المخ والله. والله بصي هقولك على حاجه، في المحلات بره كتير منهم ما بيسلقوش المخ. ايوه، بيشتغلوا بيه ني، فبيدي ريحه وطعم مش حلوه خالص. لكن احنا بقى كستات بيوت بس عايزين نطلع نتيجه تنافس المطاعم، فنسلقه في ميه متحبشه زي ما شفنا كده. انا عايزه اقول لكم وانا واقفه دلوقتي الميه عماله تغلي، عماله تطلع عليا ريحه الحبهان مع الليمون مع الخل، وفي نفس الوقت ما يخليش المخ يتهري منك ابدا. تسلم ايديك. انت ازاي؟ تسلمي لي يا قلبي، تسلمي. تعالوا بقى دلوقتي زي ما سمر جايبه لنا الدنيا كده، خليكي زي ما انت يا سمر، زي ما انت. يلا يا قمر، بصوا شوفوا الخل، خل المخ عامل ازاي، لونه عامل ازاي، ما شاء الله عليه، وريحته هايله هايله هايله. اسيبه يكمل سلقه لغايه ما نتبل الكبده. انا ما هديه عليه النار في الاول، لازم بس لما ينزل تبقى النار عاليه وتبقى الحله دي بتقطع نفسها من الغليان. بعد كده وطي النار شويه عشان على ما ياخد كام سلقه يكون شرب من النكهات الحلوه اللي حطيناها في الميه. دلوقتي بقى تعالوا نتكلم، نعمل عملي الكلام اللي احنا قلناه، اللي هو ايه؟ هاخد الكبده من التتبيله بتاعتها كده، بصي اهي، شوفوا شوفوا التتبيله عامله فيها ازاي، على الرغم انها تتبيله سايله لكن بصوا متتبله من كل ناحيه ازاي، ما شاء الله عليها. حلويات الواد ده، هو حلويات الكبده النهارده دي، حلويات اهي. هروح واخداها كده من التتبيله السايله دي على الرد على طول، واروح على طول مغطياها كده، وبعدين ادوس عليها على طول على طول عشان هي واخده من التتبيله الطريه، فالكبده على طول هتلزق عليها. واخدها كده اديها تنفيضه يا ام محمد. ايوه صباح الخير، ازي حضرتك؟ النور. ازيك يا ام محمد، عامله ايه؟ ازيك يا حاجه، عامله ايه؟ الحمد لله، يسمع من بقك ربنا، يا ربنا يكتبها لنا. الحمد لله يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه. يا قلبي وانتي طيبه، يعود عليكي بخير يا رب. الله يكرمك يا حبيبتي، تسلميلي. تسلميلي يا قلبي، تسلميلي. عايز اسال حضرتك على الجلاش، انا عندي جلاش من رمضان، ينفع ولا ارميه؟ من رمضان في الفريزر؟ لا، وطي التلفزيون شويه عشان تسمعيني. حاضر. في الفريزر، موجود في الفريزر، ما خرجش فك خالص. يعني من ساعه ما جبتيه وهو في الفريزر. وهو في الفريزر. اهم حاجه اهي بقولها لك تاني، ما يكونش فك ورجع الفريزر تاني. يعني لو فك ورجع الفريزر ما ينفعش. لو كان مفكوك ورجع تاني الفريزر، لا ما ينفعش معانا للاسف. طيب تمام. ماشي يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. بصوا بقى اوريكم دلوقتي، شوفي يا سمر، بصي قطعه الكبده عامله ازاي، شغلنا على ميه بيضة. شايفين قطعه الكبده الرده لازقه عليها من جميع النواحي ازاي؟ شايفين عامله ازاي من كل ناحيه اهي، من كل ناحيه. تجيبيها يمين تجيبيها شمال هتلاقي الرده بتقول لك انا اهو. الرده موجوده في كل حته اهو، بس تنفيضه كده ونكمل الباقي تاني. الزيت على نار دلوقتي متوسطة، على بس ما اخلص كله. حاجة تانية بقى مهمة جدا، عشان الكبدة ما بتستحملش خالص في الزيت، لازم تكوني واقفة قدامها بتقلبيها على طول بشوكة. وعشان اعمل كده يبقى لازم اخلص الكمية كلها في الردة الاول واجمعها قدامي، عشان بعد كده اروح على الزيت افضل واقفلها. يعني ما ينفعش دلوقتي احط حتة في الردة وبعدين اجي اعمل الحتة التانية. تكون الاولانيه اتحرقت، اروح اقول ايه ده اتحرقت ليه؟ ما طبعا انت فين، انت فين. ناخد تاني من التتبيله كده على الرد ام دقيق اهي. يا هدى يا هدهد، اهلا. اهلا وسهلا، يا صباح الفل، صباح الهنا. سلم ايديك على كل اللي بتعمليه. ايه رايك في الكبده بتاعتنا النهارده؟ هايله هايله. الله يخليك يا حبيبتي. عايزه اقول لك حاجه، لو ما عرفتش اجيب رده ممكن استعمل بقسماط ودقيق؟ ممكن، مفيش مشكله، بس طبعا الرده هي اللي بتدي نتيجه الكبده الجاهزه بالظبط، لكن ما عندناش نستخدم بقسماط، مش هيجرى حاجه.
بس دي برضو العفو. سلم ايديك وعينيك حبيبه قلبي، نورتيني. نورتيني حبايبي اللي بيشوفوا ارقام التليفونات وبيكلموني. اي سؤال يا جماعه، اي حاجه انتم عايزينها قولوا لي، انا موجوده هنا تحت امركم. ادي القطعه الثانيه، حلو قوي الكلام ده، نكتفي بهذا القدر كده ونركن دول دلوقتي على جنب عشان عايزين نطلع المخ من الميه المغليه، كفايه عليه قوي كده. نقلع دول. هنحضر ايه جنبنا؟ زي ما اتفقنا هنحضر ميه ساقعه او ميه بتلج، يا ريت تكون ميه بتلج يكون افضل. انا محضره جنبي كانت ميه بتلج، بس طبعا ايه التلج خلاص كده شكرا. هحضرها جنب الحله كده هنا وبعدين، والميه بتغلي بالشكل ده والمخ بيغلي معاها. بسم الله اروح واخده المخ كده شايلاه ومنزلاه في الميه متلج اهو بس، وحطي دي كده عليه عشان ما يقبش لفوق. انا عايزاه كله 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 يتشرب من الميه الساقعه عشان قلبه يبرد عشان ما يتهريش مننا. واخدين بالكم ازاي يا جماعه انا عملت ايه؟ نفس الكبشه بتاعت الزيت طلعته في الميه الساقعه. في ايه انت زعلان ليه؟ ونروح حاطين اي تقيله كده عليه عشان هو لو ما حطيتش التقيله دي هيطلع لي لفوق. انا عايزه القلب اهم حاجه، القلب هو اللي يبقى غطسان جوه علشان يبرد عشان لما اجي اقطعه دلوقتي ما يتهريش مني في التقطيع. نشيل بقى الحله دي بسم الله ونحط الزيت ونحمر الكبده قبل ما نطلع فاصل. عشان احمر الكبده هحضر جنبي طبق عليه مناديل. شوف انا بقول لكم كل التفاصيل، تفاصيل التفاصيل اللي مش هتلاقوها في اي حته، تفاصيل التفاصيل دي عندنا احنا بس. نحضر جنبي طبق عليه مناديل عشان زي ما قلت لك الكبده ما بتاخدش وقت في الزيت، ما ينفعش احط الكبده واجري ادور على اي حاجه هتتلسع منك في ثواني في ثواني. فدلوقتي نحضر طبق نطلع فيه الكبده الحلوه اهو، ونقول للمخ ده بعد اذنك كده اركن لنا على جنب دلوقتي لغايه ما تبرد خالص، مش هنيجي ناحيته لغايه ما يبرد خالص زي ما اتفقنا، والتقيله عليه برده زي ما هو. مناديل، عايزه اقول لكم الاكله دي من احلى الاكلات اللي ممكن تعمليها في رمضان ان شاء الله لو عندك حد، ان الاكله دي احنا متعودين دايما ان احنا بنجيبها من بره، فلما نعملها بقى على ايدينا لا، ونقدمها كده وتبقي صنعه ايديكي لا لا طبعا تفرق جامد. يعني ادي الطبق اللي عليه المناديل وشوكه علشان الكبده في الاول خالص بنقدمها بنقلبها بشوكه. يلا يا ستي الزيت اخباره ايه؟ ماشي ماشي الحال. بسم الله نختبره كده برشة ردة اهي. شوف انا بختبر الزيت ازاي، بتفور معايا وتحس انها بتغلي كده، يبقى درجة حرارة مناسبة جدا. بسم الله هنفض كده الكبدة بالراحة خالص من اي ردة زيادة وانزل بيها كده تاني بالشكل ده. شايفين درجة حرارة الزيت اهي، ريحتها طلعت حلوة قوي. عارفين ريحة محل الكبدة؟ هي ريحة محل الكبدة. نقلبها كده. قولي لي لا مش سامعة، تحجزي لمين؟ عينيا حاضر. أربعة طلبات ابتدت تيجي يا جماعة. وشيماء، شيماء لا سمعت. طب يا شيماء مش عارفة أعمل إيه، أنا في موقف وحش قوي. بصوا يا جماعة أول ما نزلت بالكبدة إيه اللي حصل؟ نزلت لتحت، رقدت تحت، بعد شوية ابتدت تعوم كده على الوش. أول ما تعمل الحركة دي تعرفي إنها خلاص كده استوت. شايفين بالشوكة وأروح واخدة من الحرف كده وقلبها كده على الناحية التانية. تاني أهي معايا يا سمر، أدي أهو الحرف بالشوكة وإقلبيها كده على الناحية التانية. خلاص هي كده استوت. ايه ده معقوله؟ اه والله. وعايزه بقى اوريكم حاجه، مش عارفه الشوكه هتسعف معانا، تعالوا نجرب كده بشوكه. عايزه اطلعها كده اوريكم اللون، شايفين اللون الذهبي الحلو ده؟ مع ان ده مش لون الرده، الرده غامقه. طب امال اللون الذهبي الجميل ده من ايه؟ ده من الدقيق اللي اتحط على الرده في الاول. شفتوا ازاي؟ اهو نشوف الثانيه. يلا بينا. بس انا مستغربه ايه ده، ده طبقه الرده ما وقعتش في الزيت يعني؟ ماليش معنى انا عندي في البيت بتقع في الزيت. الله، طب الكبده ايه لونها مش غامق زي ما بتطلع عندي؟
امشوا على كل حاجه قلنا عليها النهارده تطلع لكم الكبده كده زي بتاعت بره واحلى. قلت لكم ايه في اول الحلقه؟ قلت لكم هنعمل الوجبه دي بيتي تنافس المطاعم. يا راجل ماشي ماشي يا ستي. طب نطلع الطبقه دي، ايش قولك؟ ماذا تقولين؟ شايفين ازاي هقلبها ازاي بالشوكه؟ اهي ادي فين حرف حته الكبده اهو، الحرف واطلعها لفوق كده واروح منزلها على الجنب التاني، نفس الحكايه اهو. يا سلام سلم، الكبده النهارده بتتكلم اهو. زي ما قلت لكم شغلنا على عينك يا تاجر، عاملين الكبده من الالف للياء على الهوا مع بعض، واخده طعم ولون حلو جدا جدا، تقدري تقولي ولا احلى مطعم في زمان. نشيل بقى ايه الباقي ده، بصوا يا حلاوتك يا جمالك، ادي الكبده بتاعتنا النهارده، عسل عسل عسل. يلا بينا على طول على طول، شيل الباقي حتى اللي انا لسه حطاها. ايوه ايوه ايوه، الكبده ما بتاخدش وقت نهائي نهائي. الله الله الله، لا لازم اوريكم الجمال ده قبل ما نطلع فاصل. بصوا شايفه يا سمر طبق الكبده عسل ولا كلمه، بصوا. يلا عيش طري وعيشوا، وجايبالكوا عيش طري برضو مش حرميكم من حاجه. اطلعوا فاضل بقى وارجعوا لي، يكون المخ برد كويس قوي وقلبه كمان برد كويس قوي، نقطعه ونحطه في التتبيله وهوبا على الزيت ونعمل السلطه بتاعتنا ونبقى خلصنا احلى وجبه مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. دلوقتي طلعت المخ من الميه اللي كانت ساقعه، طبعا هي سخنت وكان فيها تلج بيسيح على طول من سخونيه المخ، لان المخ بيتحط فيها سخن من الميه المغليه على طول على الميه الساقعه. وبعد كده بقطعه بالشكل ده تقطيع خفيف كده واحطه على طول في التتبيله اهو بهذا الشكل. التقطيع عشوائي يا جماعه، يعني مش مكعبات بقى مظبوطه قوي ولا الكلام ده كله، لا لا لا، ده تقطيع عشوائي. ماشي يلا بينا يا سمر، تعملها فيكي دلوقتي. تقليبه بقى كده، خلوا بصوا التتبيله كلها تاخد المخ. اوعدكم النهارده ان شاء الله هتدوقوا شويه مخ ما دوقتهمش قبل كده باذن الله اهو. شفتوا علشان اتسلق كويس بقلب فيه وبعمل فيه وقطعته وعملته وهو ما شاء الله زي ما هي زي الفل ولا كلمه. عايزين نجيب برضو نفس الحكايه طبق واحط عليه مناديل واخليه جاهز جنبي، لان برضو نفس الحكايه المخ ما بياخدش وقت في الزيت، هو اصلا اصلا مستوي، فانا كل اللي عايزاه الطبقه بس الخارجيه بتاعته دي هي دي اللي تقرمش معايا. حط مناديل كده اهو ماشي. وبعد كده ادي البقسماط، ماشي بحط في البقسماط نشا ودقيق. العبوا سوا يا اولاد، هنرش ميه. ماشي، واقلب كل ده في بعضه. برضو انا مش محتاجه هنا اتبل الغلاف الخارجي لان انا عامله تتبيله رائعه للمخ نفسه، فمش محتاجه خالص ان انا اضيف اي اضافات بره. في حاجات معينه بس اللي بنحتاج ان احنا نتبل الغلاف الخارجي زي البانيه زي البوفتيك، لكن في الحاجات اللي انا متبله فيها كويس قوي لا مش محتاجه. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنروح واخدين قطع المخ كده على الطبقه دي في كل حته كده اهي، شايفين؟ الله الله الله. بس يا ستي، وبعدين هروح مقلباها بكفوف ايديا كده، اخلي كده طبقه البقسماط تغلفها كلها بهذا الشكل. شوفوا بصوا قطع المخ عامله ازاي، عسل من غير ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، زي المحلات بره بالظبط اهو بالشكل ده. غلفيها كده في كل حته، وبعدين بين كفوف ايديا اروح واخدها كده زي المنخل، عاملاها كده منخل كده،
وانزل بيه على طول في الزيت. يلا بينا تعالي لنا يا سمر، جاي معانا ولا مش جايه ولا نسيبك هنا؟ يلا بسم الله على طول على طول كده. يا اكرام اهلا وسهلا. يا اكرام ازيك؟ حلويات على ست الجميلات شفاله. صباح الفل على احلى احلى طاقه ايجابيه على الصبح. احلى اكرام في الدنيا يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. ازيك يا شفاله؟ الحمد لله الحمد لله. صباحك زي العسل. يروق بالك دايما يا شفاله. اللهم امين يا حبيبتي. يا رب يا رب يروق بالنا جميعا. كل عام وانت بخير، والاستاذه منى بخير، والاستاذه سمر الجميله يا رب يا رب يا رب. الجميل كل اللي معاك بخير يا رب يا رب. دايما 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 بخير يا رب. الله يكرمك الله يكرمك، ما تحرمش منك يا حبيبتي ابدا. تسلمي لي. تسلمي لي يا شفاله، تسلم كل وصفه بتعمليها لنا. يا رب ربنا يخليك عمرك يا رب. تسلمي يا حبيبتي نورتيني. نمسح بس ايه كل اللي وقع ده، يعني مش عشان سمر ولا حاجه، يعني عشان احنا بس. انا بحبها قوي يا جماعه والله الكبده. اوعى تفتكري حاجه تانية، انا بتكلم على الكبده. يلا بينا نشوف ايه الاخبار. بصوا بنقلب ازاي من الحروف على جوه، اهو من الحروف على جوه ابتدى ياخد لون كده حلو، فمش مستعجلين عليه. على طول على العين التانية هحط كده حلة صغنطوطة أو ووك أو أي حاجة أعمل فيها سلطة الكبدة بالمرة، تسخن بس معايا كويس قوي على مقلي المخ، هتكون دي كمان سخنت. نروح عاملين السلطة على طول ونقدم أكلتنا الحلوة النهاردة اللي بجد بجد تستاهل بقكم. بصوا بقى يا سلام، شايفين؟ سيبيه كده خالص 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 ياخد اللون الحلو عشان ما يتهريش منك، اهو تقليبه حلوه كده. الكبده بقى، سلطه الكبده هنعملها بتكات وبطريقه روعه. يعني عايزه اقول لكم ما شاء الله، في يوم من الايام في مطعم خد مني الطريقه دي، جربوها وعجبتهم جدا. اللي هي ايه بقى؟ بتبل الكبده الاول زي تتبيله الكبده الاسكندراني بالظبط، اللي هي ادي ملح كده وكمون. حاضر دقيقة واحدة بس نعمل التتبيلة. ملح وكمون، وبعد كده هاخد شوية خل صغيرين خالص بالشكل ده، وهاخد كمان فلفل حامي. ماشي؟ شايفين سهلة خالص ازاي؟ وهجيب معلقة 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 ونقلب التتبيلة دي في بعضها كده اهي، حتى السوائل بتاعتها قليله جدا، يكاد يكون ما فيهاش سوائل. عايزه ابص بس على المخ ايه الاخبار. بسم الله، بس كده حلو قوي قوي قوي، الله اكبر عليه. طب بصي والنبي يا سمر، بصي والنبي يا داليا، تعالي يا داليا. الو، ازيك يا دولي؟ كويس الحمد لله تمام. الحمد لله الحمد لله. انت منين يا داليا؟ انا من منين؟ انا سعوديه. اهلا وسهلا يا حبيبه قلبي. عامله ايه؟ والله بحبك قوي. ربنا يخليكي يا داليا. شفتي الكبده والمخ بتوعنا؟ ايوه. ايه رايك فيهم؟ حلو قوي والله. هتعمليها في البيت بسهوله؟ هعملها والله. انا على طول على فكره بسمعك وبتابعك يعني. حبيبه قلبي دايما منوراني يا قمر، نورتيني يا حبيبتي نورتيني. اشكرك يا داليا. حطيت اخر كام قطعه، الاول تقليب كده اهو، وبعدين لما اجي اقلب، تعالوا شوفوا طريقه التقليب ازاي. باخد من تحت كده على فوق اهو كده، لسه شويه اروح نازله تاني بهدوء. بس يلا بسرعه بقى نعمل الكبده، علشان ايه؟ الطاسه بتاعتنا سخنت وده المطلوب. شويه زيت حلوين كده، وبعدين هاخد الكبده احطها في التتبيله. ماشي؟ ونقلبها كلها في بعضها هكذا كده. بس يا ستي ده منظرها، وده شكلها، ودي ريحتها. طب وطعمها؟ وده طعمها. بصوا المنظر، التتبيله اهي اهي يا سمر، ولا تزعلي. التتبيله مع الفيل اؤمر يا قمر، كل التوابل اللي حطيناها مع الكبده. نروح بقى على طول على الزيت اللي احنا لسه حاطينه، وهنزل بالكبده دي كده، بديها صدمه كده. انا بعمل كبده اسكندراني بالظبط بالشكل ده.
وهسيبها مش هقلبها دلوقتي، سيبها بس تاخد صدمتها وهو المطلوب. بس يا ستي لو قلبتيها دلوقتي هتنشف منك وهتجلد، نسيبها شوية. يا أسماء أهلا وسهلا. ازيك يا شفاء؟ ازيك يا أحلى أسماء؟ عليها الحمد لله. عاملة كبدة يا قمر؟ كويسة الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي أهلا وسهلا. عليها انتي تحت أمرك وأموريني يا قمر. لا بطمن عليك يا حبيبتي، ربنا يخليكي تحرمش منك يا حبيبة قلبي. سلميلي. شكرا يا قمر، صباحك زي العسل كده. خلاص الزيت زي الفل، طفينا عليه. نقلب بقى دلوقتي الكبده. شموا الروايح، احلى مطعم كبده النهارده ده ولا ايه؟ اول ما تاخد على طول اللون كده وخدت الصدمه الحلوه بتاعتها، تعرفي كده ان قطع الكبده دي هتبقى طريه جدا، عمرها ما تنشف منك ابدا. احمر شويه لسان عصفور بره لوحدهم، وبعد ما الكبده تاخد صدمتها اروح حاطه لسان عصفور عليها كده. يلا قلبي بقى تقليبة حلوة. الله الله الله، مش هتتبل كتير لان انا متبلة الكبدة، وتتبيلة الكبدة هي اللي هتدي طعم حلو قوي للسلطة بتاعتنا زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. بعد كده خلاص كله تقلب في بعضه، هروح عاملة حفرة حلوة زي ما احنا متعودين. معلقتين كبار صلصة كده بالشكل ده يتحمصوا الاول، وبعدين كل بقى مقاديرك كلها داخليها كده في بعضها. خلي الصلصه تتحمص بالشكل ده اهو. الله 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 الله. لما يا ستي بقى بنجيب الوجبه دي جاهزه، بتجيلنا حته علبه صغنطوطه قد كده للسلطه دي، بنقعد نتخانق عليها. فتخيلي انت بقى دلوقتي بصي عامله قد ايه بقى. شويه ميه، بسم الله، كله على نار عاليه، كله على نار عاليه اهو. بصوا سامعين التشطشه دي؟ يلا دي الميه تغلي بقى. خلي الميه كتير لان لسان العصفور لسه هيستوي وهيشرب معايا وهينفش، فخلي كده الميه تبقى زياده عشان ما تنشفش منك. بس كده حلو قوي. هنتبل حاجات بسيطه قوي، يعني شويه ملح وفلفل اسود مش اكتر من كده، وخلصت. وخلاويص سواها دلوقتي بسوى لسان العصفور فقط، يعني لسان عصفور اول ما يستوي معايا والاقيه نفش كده تبقى هي خلاص استوت كلها معايا، لان الكبده كده كده استوت. ادي ملح، وادي رشه فلفل اسود، وانا حاطه قرن شطه في الاول خالص في تتبيله الكبده. عسل بس خلاص. على ما نغرف طبقنا هتكون يكون لسان عصفور استوى، وتبقى خلاص السلطه كمان جهزت معانا. والله ما فيها اي حاجه خالص، ادي الوجبه كلها النهارده على بعضها ما شاء الله زي العسل، وما خدتش مننا وقت خالص. كل حاجة طالعة معايا مظبوطة، كل التكات والأسرار بتاعة الأكلة عرفناها، فخلاص اشتغلي بقى اعملي كل اللي انت عايزاه في البيت. يلا يا ستي ننظف بقى الدنيا دي، الدقيق والحاجات اللي وقعت مننا دي، عشان عايزين نقدم أكلنا بقى خلاص. ادي المخ وادي الكبدة. بص يا سمر، شايفة العسل يا سمر؟ يلا يا حبيبتي اتفضلي، وري حبايبنا بمنتهى السهوله عملنا الوجبه ازاي على الهوا مع بعض. بس وخلصت الشغلانه، ولسان العصفور خلاص بيستوي اهو، ونغرف كله بقى ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله اهو، عايزين نغرف بقى الكلام الحلو ده تقليبه كده. الله الله الله. بصوا خلاص، ولو لقيتي لسان العصفور استوى وبيشرب لي الصلصه كلها عادي زودي شويه ميه، ما يجراش اي حاجه خالص اهو. هي هتتقل شويه بس، لو هو شرب الصلصه ممكن انت تكوني زودتي لسان العصفور شويه، فتبص لقيه يشرب لك الصلصه كلها، عادي تزودي شويه ميه مش هيجرى اي حاجه خالص. تعالوا بقى نقدم الطبق بتاعنا على ما لسان العصفور كمان يستوي. الله الله الله. تعالي يا سمر تعالي،
يا موانس تعالي معانا يا موانس. الله الله الله. ازيك يا موانس عامله ايه؟ ايه يا بورك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت بخير يا شيف. وانت بخير يا قلبي. انا بدور عليكي من زمن الزمن بجد. يا خبر ابيض. والله صدفه كده لقيتك على الشاشه. انت عامله ايه؟ حبيبه قلبي الحمد لله. والله الحمد لله. والله مفتقدينك بجد. لا انت خلاص عرفتي الطريق بقى. طبعا تجيلنا على طول. تنورينا على طول. شرف ليا والله. انتي عامله ايه حبيبتي؟ الحمد لله والله. انا استاذنك في طريقه النجريستو وعايزه شويه سلطات كده طحينه ومايونيز وتوميه وكاتشب. عايزه طريقتهم من عينيا الاثنين. حاضر يا حبيبتي. حاضر. ربنا يكرمك ويخليكي لينا يا رب. حبيبه قلبي نورتيني نورتيني يا قلبي. انا حطيت كده شرايح الكبده وتعالوا كمان نحط المخ برده مفضيه له مكان كده. مش واخدين بالكم انتوا بقى من البتنجان المخلل ولا ايه؟ ولا انا بس اللي واخده بالي يعني؟ بتنجان المخلل وسلطه لسان العصفور بالكبده اكتر حاجات مشهوره مع الاكله دي اهو. طبعا والخيار المخلل يعني بالشكل ده. بس افرضي ان انا ما عنديش خيار مخلل او اللفت بتاعي. اللفت بتاعي اللي سميتوه وحش الكون. ادي طبق الكبدة والمخ وكمان هنطلع السلطة دلوقتي نقدمها معاه. الله يا سمر. سمر يا جماعة بتدور على عيش. والله بتقول لي دي حقيقة. سمر بتدور على حد يجيب لها عيش. لا أستاذ فؤاد يا جماعة بيعزكم جدا النهاردة بصراحة. يعني بصوا ادي الكبدة اهي بلسان عصفور شايفين؟ انا كده مقاديري مظبوطه استوى وما شربش الصلصه كلها. خليه ياخد غلوه كمان بس ونغرفها على طول. يلا بينا نقدم كل حاجه مع بعض. طب ما تيجوا بقى ايه نغيس سمر بقى. انت بتدوري على حد يجيب لك عيش؟ العيش اهو. احنا عندنا عيش يا سمر. اتفضلي معانا. بصي العيش طري خالص ازاي مع الاكله بتاعتنا دي. في ناس بتحبك قوي. عملت لا ما تديهاش. معلش يا جماعه معلش. نطفي النار بس يا ست الكل. وخلصت الشغلانه. خلصت الاكله بتاعتنا. عايزين بقى ايه كبشه حلوه كده ونغرفها جنب الطبق بتاعنا العالمي العالمي. يلا بينا كده. كويس مستوى الطبق كده كويس يا سمر بالنسبه لك او بالنسبه لمعدتك يعني كويس. يلا بينا. بسم الله الله اكبر الله اكبر. اهو شوفوا القوام بتاع السلطه. بصوا ولسان العصفور وقرن الفلفل اللي اتعملت بيه الكبده اتبلت بيه الكبده في الاول. شوفوا عامل ازاي. بصوا حتت الكبده وكده عشان الكبده خدت صدمتها هتلاقي حتت الكبده دي طريه جدا 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 اهي. وش العصفور دلوقتي اتشرب اكتر واكتر وظهر لك بقى على الوش بيقول لك انا اهو. بس يا ستي احلى وجبه النهارده. الف هنا وشفا ليكم جميعا. عايزاكم تجربوها على طول وعلى طول تبقوا اساتذه فيها وما نجيبهاش من بره. زي ما قلت لكم ننافس المطاعم ننافس كل المحلات ان شاء الله. طبعا ربنا يرزقهم ويديهم الخير كله يا رب. بس طبعا لما بعمل حاجه في البيت على ايديا ببقى مستريحه اكتر نفسيا وفي نفس الوقت انا عارفه انا مديه ولادي ايه وخصوصا في الوقت اللي احنا فيه. يعني ربنا يحمي الكل يا رب. لسه بتغلي تاني. ده انا طفيت النار. ماشي دلوقتي اكلتنا النهارده خلصت وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تعجبكم وتكونوا استفدتوا بكل حاجه فيها تقدروا تطبقوا بمنتهى السهوله كاني واقفه معاكي في المطبخ بالظبط. اشكركم على متابعتكم الكريمه واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في غدوه تعجبكم اكتر واكتر. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.